آخر محاضرة لينا في الترم ده هتتكلم عن طرق التسمية أو nomenclature of organic compounds. إزاي بسمي الـ organic compounds؟ زمان long years ago the name of organic compound was often based on plant or animal source from which it was obtained. يعني زمان كنت بسمي المركبات اللي بفصلها من النباتات أو الحيوانات على اسمها، على اسم الحاجة اللي أنا فصلت منها. For example، كمثال الفورميك أسيد اللي هو حمض الفورميك HCOOH ده عبارة عن caustic compound، يعني مركب حارق أو حمضي. بنفصله isolated from certain ants، نوع معين من النمل. comes from Latin word for mica meaning ant، يعني فورميك أسيد ده متسمي علشان بفصل الفورميك أسيد من النمل اللي كان اسمه بالإيتاليك باللاتين قصدي فورمايكا. بس بعد كده بقى عندي اكتر من 16 مليون اورجانيك كومباوندز، بس الاسماء بتاعتهم ما بقتش سامبل and no one would remember them if they did. لو هم الاسامي سامبل حتى احنا مش هنقدر نفتكر 16 مليون نون اورجانيك كومباوند. فالطريقه البديله ان احنا نسمي بيها المركبات العضويه هي الايوباك سيستم. الايوباك سيستم هو International Union of Pure and Applied Chemistry have developed some systematic nomenclature، طريقة معينة عشان أعمل بيها تسمية. Nomenclature of hydrocarbons. Hydrocarbons are compounds made up of only the elements carbon and hydrogen. الهيدروكربونات هي عبارة عن مركبات بتتكون من كربون وهيدروجين، ممكن تبقى aliphatic وممكن تبقى aromatic. Nomenclature of alkane. أول حاجة هنبدأ فيها طرق التسمية بتاعة الألكانات. The name of every organic molecule have three parts. عشان أسمي الأورجانيك مولكيول بيبقى فيه ثلاث أجزاء. أول جزء البريفيكس اللي هو السابق، البيرنت اللي هو الأصل، والسافيكس اللي هو اللاحق. البريفيكس بيقول لي what and where are the substituents، الإحلالات اللي موجودة عندي موجودة فين ونوعها إيه. البيرنت بتقول لي what is the longest carbon chain، إيه هي أطول سلسلة كربونية. السافكس بتقول لي what is the functional group، إيه هي المجموعة الوظيفية. أي اسم مركب عضوي لازم ألاقي فيه تلات أجزاء دول. طيب إزاي أطلع اسم البيرنت أو البيرنت بتاعي إيه؟ When naming the parent chain of compound the names in the following table is used. لو في عندي ذرة كربون واحدة بقول عليها مث، اتنين يبقى إس، تلاتة بروب، أربعة بيوت، خمسة بنت، ستة هيكس، سبعة هبت، تمانية أوكت، تسعة نون، عشرة ديك، دي كان، حداشر، اتناشر، كل الكلام ده هن أن دي كان، دو دي كان، تراي دي كان، تترا دي كان، بنتا دي كان. بعد كده هدخل على عشرين، إيكوس، ترا كونت، تترا كونت، بنتا كونت، تلاتين، أربعين، خمسين. طيب بضيف المقطع ANE لأني بتكلم عن الكان. مث هو البيرنت، ان هو السافكس، البريفكس، سوري السافكس. How to name an alkane using the IUPAC system، إزاي أسمي الألكان باستخدام الأيوباك. أول حاجة هدور على البيرنت كاربون تشين بتاعتي وبعد كده أضيف عليها السافكس. طب هدور على الكربون تشين، على البيرنت كربون تشين ازاي؟ دايما بدور على find the longest continuous carbon chain، بدور على اطول سلسلة كربونية متصلة، اطول سلسلة كربونية متصلة. بعد ما اجيب اطول سلسلة كربونية متصلة name the molecule by using the parent name، هنجيب اطول سلسلة متصلة وبعدين نحط بعد كده كلمة an اللي هي suffix، الان سافكس. المثال اللي موجود عندي بالشكل ده، عايز اطلع من الشكل ده اطول سلسلة كربونية. لو جيت اطلع اطول سلسلة كربونية همشي دايما واجرب واحد اتنين تلاتة، كده السلسلة خلصت تلات ذرات كربون. طب نجرب نكمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، يبقى السبعة اطول من التلاتة. طب نكمل كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، انا عندي اطول كمان تمن ذرات كربون، يبقى في الشكل ده ادي اطول سلسلة كربونية، اطول سلسلة كربونية.
هل اقدر امشي لفوق؟ لفوق 7 ذرات كربون، يبقى كده دي مش اطول سلسلة كربونية. يعني 8 ذرات كربون هو اوكت، هضيف عليها ان عشان يبقى اسمه اوكتان. كده انا جبت البيرنت وجبت السافكس. بعد كده if there are two chains of equal length pick the chain with more substituents. هو بيقول لي لو في عندي two chains ولهم نفس الطول هختار واحدة اللي بتبقى عليها more substituents، عليها إحلالات أكتر. فنيجي نشوف الشكل ده، ادي ال 1 2 3 4 5 6 7، في حين ان انا ممكن ارقم بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 7، دول 7 ذرات ودول 7 ذرات. طب دلوقتي انا كده اللونجست تشين 7 متكررة في الناحيتين، طب اختار على اساس ايه؟ هختار على اللي فيها more substituents، اللي عليها احلالات اكتر. ادي واحدة عليها 1 2، انما التانية دي عليها 1 بس، يبقى الصح ان انا اختار اللونجست تشين الكونتينيوس اللي عليها المور سبستيتونز. طب انا اخترت الاطول سلسلة كربونية، عايز اعمل بعد كده ايه؟ ترقيم للسلسلة عشان احط عليها الاحلالات. number the atoms in the carbon chain، هنرقم الذرات في الكربون تشين. number the longest chain to give the first substituent the lower number، دايما برقم بحيث ان الاحلالات عموما تاخد اقل ترقيم، وخصوصا اول احلال. يعني لو جيت ابدأ من الشمال هدي رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 زي ما هو مكتوب عندي تحت. بالطريقة دي الاحلال الاولاني خد رقم 2، الاحلال التاني خد رقم 5، الاحلال التالت خد رقم 8. طب لو انا رقمت بالعكس من اليمين للشمال، من 1 ل 8 من اليمين للشمال، كده الإحلال الأولاني خد رقم 3 والتاني 4 والتالت خد 7، يبقى أول إحلال في السلسلة هنا خد رقم 3 وأول إحلال في السلسلة هنا خد رقم 2، يبقى أوتوماتيك هختار الترقيم اللي يديني الإحلال رقم 1 أقل ترقيم. طب نفرض إن the first substituent have the same distance from both ends، لو الإحلال رقم 1 واخد نفس الترقيم من الناحيتين يبقى هرقم بحيث ان الإحلال التاني ياخد أقل ترقيم. الفكرة العامة كلها ان الإحلالات بتاخد أقل ترقيم، ببدأ بأول إحلال أديله أقل ترقيم، لو أول إحلال واخد في الحالتين نفس الترقيم يبقى هدخل على تاني إحلال لازم يكون واخد أقل ترقيم. هبدأ بالشكل، أرقم من ناحية الشمال 1 2 3 4 5 6، الإحلال الأولاني واخد رقم 2 والإحلال التاني واخد رقم 5. طب لو رقمت من اليمين للشمال 1 2 3 4 5، أنا أسفة نسيت أقول هنا إن في كربون واخد رقم 3، الإحلالات تبقى 2 و3 و5، أما الإحلالات من ناحية اليمين 2 و4 و5، كده الإحلال التاني هنا واخد رقم أكتر، يبقى الترقيم من ناحية اليمين غلط، يبقى لازم أرقم من ناحية الشمال. When numbering a carbon chain result in the same numbers، يعني لو انا رقمت من اليمين طلع عندي نفس الارقام بتاعت الترقيم من ناحية الشمال، هقدر اعمل هرقم ازاي؟ assign the lower number alphabetically to the first substituent، يعني هدي الاحلالات اقل ترقيم اللي ليها alphabetically الاول. يعني عندي هنا الاحلال هنا ethyl وهنا methyl، مين اللي في الترتيب الابجدي الاول؟ مجموعة الايثايل، يبقى الايثايل تاخد ترقيم قبل الميثايل، الايثايل تاخد ترقيم قبل الميثايل، يبقى هرقم من ناحية الشمال عشان الايثايل تاخد ترقيم قبل الميثايل. تالت حاجة name and number the substituents، احنا كده اتكلمنا عن البيرنت وبعدين اتكلمنا عن الاحلالات، بعد كده هرقم الإحلالات واديها اسم. name the substituents as alkyl group، زي لو لقيت مجموعة تفرع عبارة عن مجموعة CH3 يبقى هقول عليه methyl group، CH3CH2 يبقى ethyl group، CH3CH2CH2 propyl group، وهكذا.
Alkyl substituents are named by placing the an ending of an alkane with while. هستبدل كلمة an بتاعت الألكان بكلمة بالمقطع while. Letter R is used to indicate the alkyl group. طيب دلوقتي أنا مركب من الشمال لليمين. المركب ده فيه ثلاث تفرعات، واحد اتنين تلاتة. لما أجي أرقمهم في ميثايل في الكربون رقم اتنين، وفي إيثايل في الكربون رقم خمسة، وفي ميثايل في الكربون رقم ستة. المفروض إن كل إحلال بياخد الرقم بتاعه. طب افرض إن أنا عندي إحلالين لهم نفس الاسم بس أرقامهم مختلفة، يبقى هحط البريفكس قبلها داي لو مجموعتين، تراي لو ثلاث مجموعات، تترا لو أربع مجموعات، وهكذا. يعني عندي مجموعة ميثايل على الكربون رقم اتنين ومجموعة ميثايل على الكربون رقم ستة، يبقى هقول اتنين كاما ستة داش داي ميثايل، اتنين كاما ستة داش داي ميثايل. Combine substituents names and number plus parent plus suffix. هنلم كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده. عرفنا ازاي نحدد البيرنت، هنحط قبله البريفكس اللي هي مكان الإحلالات ونوعها، والسافكس اللي هو الـ النهاية اللي هي في الألكانات بتبقى ايه، ان اي، نضمهم على بعض ونكتبهم. هنكتبهم بأنهي طريقة؟ precede the name of the parent by the names of the substituent. هنكتب اسم البيرنت، هنكتب اسم السبستيتوانت قبل اسم البيرنت. طيب السبستيتوانت لما اجي اكتبها هرتبها الفابيتيكالي، هرتبها ترتيب أبجدي. Alphabetize the name of substituents ignoring all prefix except iso as in isopropyl and isobutyl. هرتب السبستيتوانت ترتيب أجنبي أبجدي، وهعمل ignorance بس الايزو، كلمة ايزو ما بتترتبش ترتيب أبجدي. بعد كده هستبق النمبر بتاع السبستيتوانت قبل كلمة السبستيتوانت عشان هو ده اللي هيعرفني اللوكيشن. يعني قبل ما اقول ميثايل هقول تو ميثايل عشان اعرف ان الميثايل موجودة في الكربون رقم اتنين. There must be one number for each substituent. كل احلال له رقم واحد بس. Separate number numbers by comma. يعني هفصل الارقام بكوما. And separate numbers from letters by hyphen. هفصل الأرقام عن الحروف ب hyphen اللي هي الصغيرة، الشرطة الصغيرة. The name of an alkane is a single word with no space after hyphens or comma. اسم الألكان هو اسم مفرد مفيش فيه مسافات ولا كوما ولا hyphen. Common name لازم نبقى عارفينها. البريفيكس اللفظ بتاع ايزو. The alkyl group in which the second last carbon atom in the chain is branched with one methyl group is called iso. لو أنا عندي جزء بيوتان، بيوتان بتكون من أربع ذرات كربون، واحد اتنين تلاتة أربعة. لو أنا جيت على الذرة اللي قبل الأخيرة، الذرة اللي قبل الأخيرة، وشلت مجموعة ميثايل ونقلتها عليها، آدي الذرة اللي قبل الأخيرة اللي هي دي بقت هنا، شلت مجموعة ميثايل طرفية حطيتها عليها، بقى اسم المجموعة ايزو، ايزو بيوتان. طب المقطع نيو. The second last carbon atom in the chain is branched with two methyl groups in its alkyl group. يعني الكربون اللي قبل الأخيرة أو الكربون رقم الكربون اللي قبل الأخيرة بيبقى عليها مجموعتين ميثايل، بسميها نيو. نيو بنتان لو انا عندي خمس ذرات كربون، بحيث ان الكربون اللي قبل الاخير عليها مجموعتين ميثايل اسمه نيو بنتان، او نيو هيكسان لو الكربون اللي قبل الاخيره عليها مجموعتين ميثايل. كده احنا خلصنا طرق التسميه بتاعه الالكان. ندخل على التسميه بتاعه الالكين. فرق الالكان عن الالكين هو وجود الدبل بوند. وجود الدبل بوند هو ده اللي هيعمل لي أولوية في التسمية. بدل ما كنت بسمي الألكان بأطول سلسلة كربونية متصلة، هسمي الألكين بحيث إن أنا أنقي أطول سلسلة كربونية متصلة فيها، بشرط إن يكون فيها الدبل بوند.
الأول الـ IPAC system الـ alkene is identified by the suffix -ene. دايما بحط المقطع -ene عشان أدل على الـ alkene. The IPAC name of the following alkene. أول حاجة هعملها عشان أسمي الألكين find the longest chain that contain both carbon atoms and double bond. هدور على أطول سلسلة كربونية متصلة بحيث تكون فيها الدبل بوند. آدي أطول سلسلة 1 2 3 4 5 6 ست ذرات كربون يبقى هيكس، عندي دبل بوند يبقى اسمه هيكسين هيكسين. تاني حاجة هعملها number the carbon chain to give the double bond the lower number. هرقم بحيث ان الدبل بوند تاخد اقل ترقيم، يعني هرقم دايما من ناحية الدبل بوند لو هي طرفية، ولو هي في النص برقم بحيث انها تاخد اقل ترقيم، وبعدين اطبق كل قواعد التسمية اللي احنا قلناها قبل كده. اول حاجة number the chain and name using the first assigned number assigned to double bond، يعني هرقم بحيث ان الدبل بوند دي تاخد اقل ترقيم، يبقى 1 2 3 4 5 6. name the substituent name and number the substituent. نميز بس الاحلالات بتاعتنا، ادي في احلال على الكربون رقم 2 واحلال على الكربون رقم 3 واحلال على الكربون رقم 5. يبقى هقول 2 و3 و5 تراي ميثايل 2 هيكسين. هي ايه رقم 2 دي؟ رقم 2 دي بتقول لي على ان مكان الدبل بوند الاين في البوزيشن رقم 2. اتفقنا ان احنا بنفصل بين الارقام بهاي بكابا وبين الرقم والرقم والاسم بهايفن بالشرطة الصغيرة. مثال عندي عايز اسمي المركب ده، هبدأ في التسمية من فوق ولا هبدأ من تحت ولا هبدأ منين؟ احنا اتفقنا ان احنا هنرقم هتنقي اطول سلسلة كربونية بحيث يكون فيها الدبل بوند. هبدأ من الشمال، هبدأ بدايتي من الدبل بوند، ادي 1 2 3 4 5 6 7 سبع ذرات كربون. طب حد يقول لي طب ما انا ممكن ابدا من فوق 1 2 3 4. بس انت لما بدات من فوق مش معاك الدبل بوند، فالاحتمال ده ملغي. طب ممكن ابدا منين تاني؟ ادي الاحتمال الملغي اهو، كده الدبل بوند مش معايا، يبقى انا مضطر ابدا من عند الدبل بوند الطرفيه واخلي ان مجموعه الايثايل دي تبقى احلال. يبقى هقول 2 ايثايل 2 ايثايل 1 هيبتين. طب قلت 1 ليه؟ علشان اقول ان مكان الدبل بوند هو في البوزيشن رقم 1 على الكربون رقم 1. Nomenclature of alkyne. تسمية الالكاين زي تسمية الالكين بالظبط، بستبدل المقطع ANE بتاع الالكان ب YNE، و هختار اطول سلسلة كربونية بحيث تبقى فيها الدبل بوند واخدة اقل ترقيم. Choose the longest carbon chain that contains both atoms of the triple bond and number the chain to give the triple bond the lower number. ادي مركب فيه الرابطة الثلاثية عندي هنا، هنقي اطول سلسلة كربونية متصلة بحيث يبقى فيها triple bond. اطول سلسلة واضحة جدا اهي الشكل ده. طب لما رقم عايز ارقم بحيث ان triple bond تاخد اقل ترقيم. لو رقمت من اليمين للشمال يبقى 1 2 3 4 5، يبقى التريبل بوند هتاخد رقم 5. طب لو رقمت من الشمال 1 2 3، يبقى التريبل بوند هتاخد رقم 3. يبقى طبعا الترقيم ان التريبل بوند تاخد رقم 3 ده اصح ترقيم. نحط معانا الاحلالات نعرف مكانها، طالما قلت هنا 3 يبقى الاحلال الاولاني على رقم 6 والإحلال التاني على رقم 6. يبقى هقول 6 و6 داي ميثايل 3 أوكتاين، أوكتا عشان فيه 8 ذرات كربون، واين عشان فيه تريبل بوند، فيه سي تريبل بوند سي على البوزيشن رقم 3. عايزين بقى نسمي المركب لما يكون فيه مجموعة من الفانكشن جروبس، يعني فيه مجموعة OH مع دبل بوند، في مجموعة أمين مع OH،
كذا مجموعة مع بعض، هحط مين البريفكس، هحط مين السافكس، وفين البيرنت. هنقول الكلام ده دلوقتي. ان مالتي فانكشنال مولكيول، يعني المركبات اللي بيبقى فيها مالتي يعني متعددة المجموعات الوظيفية. The most important function group gets the lower number and in the name. أهم مجموعة وظيفية هتبقى موجودة هتاخد أقل ترقيم، وهحطها في آخر الاسم. Name a compound using the suffix of highest priority. هنرتب المجموعات الوظيفية كلها حسب ال priority أو حسب الأولوية. We the suffix of the highest priority group and the name other function groups as substituent. هنسمي المركب على حسب أهم مجموعة وظيفية اللي هي ليها ال highest priority، اللي ليها الأولوية، وهخليها في آخر الكلام. وباقي المجموعات الوظيفية هعملها كأنها إحلال، وهنشوف الجدول اللي جاي هيكلمنا عن ال priority بتاعت المجموعات الوظيفية. بعد ما أسمي حسب ال priority بتاعت المجموعات الوظيفية، هرقم the carbonate chain بحيث انها تديني اقل ترقيم للمجموعة الوظيفية اللي لها البريوريتي الاعلى، وهتبع نفس قواعد التسمية. Polyfunctional compounds that contain CC double bond and triple bond have characteristic suffix to identify them. The higher priority functional groups is assigned to the lower number. هنشوف معنى الكلام ده. ادي الجدول. لما يبقى في عندي مثلا مجموعة كربوكسيل مع مجموعة استر، يبقى انا الكربوكسيل لو بريوريتي عن الاستر، يبقى هستخدم السافكس بتاعت الكربوكسيلك او الكربوكسيل مع البريفكس بتاعت الاستر، يبقى هحط البريفكس كالكوكسي كربونايل والسافكس كأويك اسيد. طب لو مركب فيه مجموعة الديهايد مع امين، الديهايد مع امين، الالديهايد لو بريوريتي عن الامين، فهخلي الال في اخر الكلمه، والامين هستخدم كلمه امينو كبريفكس في اول الجمله. ترتيبهم الكربوكسيليك اسيد، استر، امايد، نيتريل، الديهايد، كيتون، الكحول، امين، الكين، الكاين، الكان، ايثر، هالايد. ادي مثال عندي الاستراكشر المرسوم قدامي. ايه الاستراكشر؟ فيه مجموعة OH، مجموعة وظيفية OH و دبل بوند. حسب جدول البريوريتي بتاعي، مجموعة ال OH ليها higher priority عن الدبل بوند، ولذلك هتبقى هي السافكس اللي هي all، وهديها رقم واحد لاني هرقم من عندها، لاني اديتها البريوريتي او اديتها الاولوية. يبقى الكربون هتبقى واخدة رقم واحد، اللي بعدها اتنين، اللي بعدها تلاتة، بعد كده اربعة، بعد كده الاخرانية هتبقى خمسة. بعد كده ادي الكربون دي هتبقى ستة. عندي ست ذرات، يبقى هو هيكس. هيكس على الكربون رقم خمسة في مجموعة ميثايل، يبقى خمسة ميثايل. هيكس أربعة إين على الكربون رقم أربعة في سي دبل بوند سي، أربعة إين واحد أول. الأول هتيجي في آخر الكلام لأن هي ليها البريوريتي، وهي اللي بتسمى على اسمها المركب، بتبقى السافكس. الاستراكشر اللي بعده عندي مجموعة وظيفية سي دبل بوند او وسي دبل بوند سي. السي دبل بوند او ليها بريوريتي عن السي دبل بوند سي. طالما ليها بريوريتي، يبقى الترقيم هيبدأ دايما بحيث ان يديها اقل ترقيم، يبقى هرقم بحيث انها تاخد رقم تلاتة. لو رقمت من اليمين هتاخد رقم اكتر، اكبر، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. يبقى رقم تلاتة هتاخد الأول وهحطها في آخر الكلام، ورقم أربعة هتاخد الإين، وهكتب البروفيكس بتاعتي حسب عدد ذرات الكربون سبعة، يبقى هبت، ملناش دعوة بموضوع الإي. هبت أربعة إين
3 اوم. اخر مثال موجود في السلايد، عندي دبل بوند وعندي تريبل بوند. البريوريتي بتقول ان التريبل لها بريوريتي عن الدبل، يبقى هرقم من عند التريبل 1 2 3 4 5 6. يبقى الهكسان او الاين هتاخد هتاخد احلال رقم 5. واحنا عكسنا بس واحنا بنتكلم، هو المفروض ان الدبل بوند ليها بريوريتي عن التريبل بوند، الدبل بوند ليها بريوريتي عن التريبل بوند. الدبل بوند هتاخد رقم 1 2 3 4 5 6. يبقى هكس 1 إين 5 واين. مثال كمان، مجموعة ال OH مع ال C دبل بوند C. ال OH ليها بريوريتي عن الدبل بوند، يبقى هنرقم من عند ال OH تبقى 1 2 3. يبقى prop عشان هما 3 ذرات كربون، 2 إين عشان الدبل بوند عند الكربون رقم 2، 1 أول. المثال اللي بعد كده، عندي مجموعة NH2 ومجموعة C دبل بوند C، مين low priority؟ حسب الجدول اللي موجود قدامي الأمين low priority، فهرقم من عند الأمين يبقى 1 2. أنا ببدأ الترقيم دايما من ذرة كربون، 3 4 5 6 7. يبقى هبت عشان هما 7 ذرات كربون، 6 إين الدبل بوند موجودة في الكربون رقم 6، 2 أمين.